ايوه شفتها، جميله جميله يعني، جميله ما شاء الله، اللهم بارك، ممتازه. ورابي يا سوس، رابي يا سيدين، جميله جميله جميله، الشباب بتاعت الجميله. بس هو شاري أربعة، يلا ايه؟ شاري لا أربعة لا، ثلاثة شبيعة، 3 حروف. كتبتي حمزي؟ وريني كده. ما خلاص من أصل حمزة؟ أي أيوة صح كده، صح يا سو يا كارما، جميل جميلة. سبيعة وريني حمزة سبيعة كده. فين شبيعة؟ برافو، بس الباء بتشبك في العين، الباء من الحروف اللي بتشبك. قال له تعالى أمشي الزق فيها حرف العين. سين وباء وعين، بس كلهم بيمسكوا في بعضهم، لأن السين بتمسك في الباء والباء بتمسك في العين، كلهم بيمسكوا في بعض. خلاص يا حموزي ظبطتها؟ اه، امسح كده، الزق العين في الباء. خلصت بعين وريني كده، وريني كده يا حموزي. لا الكاميرا بعيدة. ايوه كده صح كده، برافو، صح كده، جميل، برافو عليكم، ممتاز، اللهم بارك، شاطرين كلكم، ممتازين، كله ياخد نجمة بقى على الحاجات الحلوة اللي كتبها دي. بعدين ندخل على الكتاب، هندخل على الكتاب. اه ندور على حاجة من الصفحة ايوه، ده. لا هناخد اللي هنا القراءة الأول، هنقرأ الأول. يلا سامي سجيب نور بان. ماشي، يلا معانا أول واحدة في الصفحة، مين؟ كارما، أنا وبعدين حمزة، وبعدين سوسو، وبعدين علي. هقرا سطرين، اه هنقرأ سطرين، يلا. عين قاف، يا ميس الشاشة بعيدة، قربيها أكبر، أكبر. أي كده، أي أيوة عا طا تا قراية على بعضها بقى، بعد ما احنا قلتي قلتي عال وحدها، وطال وحدها، وسين سال وحدها، عايزاها بقى على بعضها في نفس واحد. عال طال سال عطس، عطسة تاني عال طال عطس، عطسة عطسة برافو. اللي بعده سحة ميدة سحندة. برافو حميدة، جميلة. اللي أخليها على جنبها جنب كده. راكبة راكبة برافو، وريدة ف وريدة ف تاني ورا وراديفة، راديفة ورادي ف برافو، وراديفة. اللي بعده بري بري ممتازة، الهمزة دي هي الهمزة انا ايه اللي افتكرتها في اليوم اللي انت قلت لي دي بنعملها ايه دي مش اه ايه دي كرسي، بس ده اسمه كرسي من كراسي الهمزة، بس تا ايه بني ايه، بروف. تا شي تا لا لا، شي ليه؟ هي شي ولا شاه؟ هي شاه، تا شكرا برافو، فشكره، برافو. تا كا تا سكتا جميلة، تا سا إذا نحضر فاسا لي، لام مكسورة، لا فالي ما، فسالي ما. تاني كارما، سمعني نخليها على جنب. آخر الصورة على جنب. على طيب جنب عشان نقرا الكلمة اللي بعديها. اه، استقرار كلمة بعد، يا ماشي اللي بعدها. ده
تي و ذا طب استني بقى، ذا و ايوه كده صح، ذكرى ذكرى، را، الراء مفتوحة ومفخمة فجوه، ذكرى. ذكرى ف خ خ ف خ ش دي ايه الأخيرة، ده حرف ايه؟ وفين أصلا الهمزة؟ مفيش همزة، ده ياء بقى عادي، حرف الياء في آخر الكلمة، مش حرف الياء في آخر الكلمة بسطة كده، ده حرف الياء في آخر الكلمة تحتيه نقطتين بس، هما نسيوا يحطوا النقطتين. فخاشية فخاشية فين؟ يبقى ده مش همزة، ده عبارة عن حرف الياء في آخر الكلمة. احنا عندنا حروف ال يلا دخلي اخر اللي جنبيها، نعم دخلي يلا اللي جنبيها. ماشي، قولي لا اللي بعدها. في ما فهمه برافو وعلمه برافو، فهمة وعلمة، ممتازة. يلا بعديها حمزة، حمزة ايه. حمزة معانا، ايوه يلا يلا يا حمزة اقرأ السطر التالت، منور ايه الأخضر، السطر الأخضر ده لونه أخضر. لون اخضر. اوكي كي صحيح كاري، كاري سنجا كاري هاب كاري هاب برافو وسام كريم. قطة كاري هاب وسام الخاء دي مفتوحة ولا مكسورة؟ كاري هاب أيوة وسام خي را سكت سب س خي خو سخي خو ساري هي والروح الحمود. كاري هي ايوه و كارهة وخلصناها خلاص، خليها على جنب. الكلمة التانية بقى، خيرا سا و سا خي طا و سا خي طا و سا و سا خي طا و سا خي طا. عدد را ك را ك را ك دا را ك ايوه دا ف ايوه ف ف ت ي ب را ك د را ك دا ف ايوه ت ي ب برافو، ركض فتعب. اللي عدد بعده، ب ري ضا ما ري ضا ف ايوه باء مكسورة هنا ولا باء مفتوحة؟ الباء مكسورة ولا مفتوحة؟ حمزة الباء مفتوحة، الباء هنا فعلى حركة ايه؟ عليها حركة الألف فتحة، لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة؟ فتحة فتحة ايه؟ ايوه فتحة، حتى الباء عليها فتحة، ولما يكون على فتحة بفتح بوقي، مش بقول بي، بقول با، فصابر كله فتحة اهو، كله فوق يبقى فتحة. نيرون نيرون دي ما ري، دي بريدو ايوه في وصابر بريدو فصام بي افتح، را ما افتح، فصابر ب مفتوح، فصابر فصبر فصابر را وصبر. فصابر جميل، يلا اللي بعده، ح في ظ، في ظا حفظا حفظا ايوه ف ق قوية لا في حفيظة قوية ممتاز. اللي بعد عالمين
لا عميلة ايوه لا ايوه فرامة بحال عميلة بحال. برافو. بعدين اللي بعده طه. طعيمة سبيعة تمام. طعمي في الشبيعة طعمي طعيمة وشبع. برافو، فشبعة شطورة يا حموز، ممتاز، اللهم بارك. يلا يا سوسو سيرين، أيوة يلا يروح اللي لونه. فرحة أيوة فضحكة برافو، جميلة. فرحة فضحكة أيوة نعيمة نعمة وأمنة وأمنة برافو، س س إي انا بشوف هالشيء. هي سهي حفلها سهي رو برافو فتا عيبة متعبة برافو. اللي قا بعده عادة قاعدة و برافو سهي دا وشاهدة برافو، جميلة. صا اللي بعد دا صا دا قا صدقة ف جميلة، رابحة ف رابحة جميلة جميلة ف جميلة يا سوسي. ذا كذا ب ف خ أيوة سي را فخسرا برافو، كذب فخسر. بس جميلة جميلة. بس نعم يا روح، ممكن اعمل حمام ماشي يا حمزة، اتفضل. برافو يا سوسو، ممتازة، اللهم بارك، ممتازة ممتازة، ربنا يحميك يا رب ويبارك فيك. يلا يا علوة، يلا يا علاوة، علي، نعم يلا يا جميل، آخر سطرين. وليا، وليا تمام. ها اللي بعدها، بعد عدلة جميلة. فأمينا جميلة، وليا فعدل فأمنة. جميلة يا علي، يلا يا جميل. اللي بعده حالينا بي برافو. بص بعد، انت قلت عالي ما، جمعها مع بعضها بقى صوت واحد، عالي ما. بيكا برافو، ايوه كده صح. في ف فأزنا برافو، فأذن. برافو، لا اخر واحدة، فأذن لك برافو، جميلة. اللي بعده هنا، أكل برافو، وشرب أكل وشرب برافو. اللي بعده مستين، ايوه فحمد ايوه حمد جميل، برافو. وليب وليب لا لا، ليه ليه اللام مفتوحة؟ ولا انت فاهم ولبس بس. برافو، صح يا علي، فحمد ولبس جميلة. وخرج أيوة لحامة لعامة، لعامة لعامة العالي لا العين مفتوحة واللام مكسورة، هي العين كله مفتوح اهو. لعامل لعمله، لعمله،
لعمله، مش في مدود، لعمله على طول. لعمله برافو، لعمله. شطورة يا علي، ممتاز، اللهم بارك. جميل 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 جميل، ممتازين كلكم، شطورين، وبرافو عليك، ربنا يحميك يا رب يحفظك ويبارك فيك، برافو عليك. طيب هناخد بعد كده هنا حركة الضم، عشان هديكوا صفحة تبقى في الواجب هتقرؤوها مع بعض، ماشي؟ حركة الضم، احنا قلنا أول حركة عندنا حركة الفتح، وبعدين خدنا حركة الكسر، وعندنا حركة الضم. حركة الضم عبارة عن واو صغيرة تضع على الحرف، حتة واو صغيرة خالص بحطها فوق أهي، شايفينها؟ وبتخلي الحرف بضم بقي، بقول أو بو تو سو بو حو خو. يلا قولوا معايا، أو بو، ماشي. يلا أو زو زو جو زو جو جو زو جو زا جو زو زو. زو لا مش زي زو زو زو، حمزة زو هي مش هنا، رو. هو قرأ طب استنى، سا طب سا استنى استنى، أنا هقول، سي أنا هقول، استنى استنى استنى، أنا هقول وكلكم تقرأوا بعد، استنى. أنا هقرأ وكلكم تقرأ بعد، كل واحد دور. هتبقى همزة ضمة و بو تو، أول ما ألاقي الضمة دي على طول أضم بقي، تو سو جو حو تو زو. ثانية واحدة اسمعوني، ثانية واحدة يا حمزة، رو رو غلط، لا رو. ها يلا سيري، ثانية 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 واحدة اسمعوني كده، عشان أنا مش سامعة حاجة خالص. أيوة أنا قلت أنا هقرأ وبعد كده كل واحد هيقرأ. إحنا وصلنا لحد فين؟ رو، حرف اللي أخدناه هنا رو. نيجي بقى الحرف بالحركات التلاتة، عليه فتحة وكسرة وضمة، ونركز في الحركات التلاتة، كل حركة، كل حرف بالحركات التلاتة صوته عامل إيه. زي، ازاي على فتحة تبقى زي كسرة زي، زي ضمة زو، زي زي زو، زي فتحة زي كسرة زي ضمة زو، زي زي زو. طب سين بقى، نيجي على حرف السين، سين لما يبقى عليه فتحة، سين فتحة سين كسرة سين ضمة سو، سا سي سو. طب شين، شين فتحة شا، شين كسرة شي، شين ضمة شو، شا شي شو. هنا صا صي صو ضا ضي ضو طا طي طو ضا ضي ضو عا عي عو غا غي غو فا في فو. هنا قي، لخبطنا بقى عشان نفكر، تحتها كسرة تبقى قي قو قا كا كو كي. نركز، دي ضمة لو لا لي. هنا مي تحتها كسرة يبقى مي مو ما. ني نو نا هو ها هي وي وو وا يا. بص بقى عليها عشان شكلها، عشان لما نشوف شكلها، يا يو يي. يلا أول دور عندي، كارما اقرأي يا كارما، افتحي مايكك واقرأي.
كارما سامعني؟ يا مس كبر الشاشة. طيب ماشي حاضر. اهي الدماء اللي بعدها. دم بو ايوه دم تو ايوه دم سو ايوه جيم دم جو الوعد. برافو، دم حو جميلة. دم خو بعده ده دم دو ايوه ده دم دو ايوه را دم رو برافو. أقولهم كلهم ولا أقول فتحة ايوه وبقى زي زيزو، دي لما يكون عليها فتحة نقول زي. تعزيزو ايوه تعزيزو برافو. كاشيشو ايوه صاصيصو ضاديدو ايوه طاكيدو برافو. زازيزو ايوه عائعو برافو، غاغيغو جميلة. سافيفو تمام، فاكيكو لا ركز بقى، هي دي ق، دي ق، كيكوكا فهمنا؟ يلا برافو. فاكوكي لا مش ق، ك، في فرق بين ق، ق حرف القاف، اما ك حرف ك خفيف كده، ك كوكي. كوكي برافو. اللي بعده لو لام ضمة. أيوة لو، برافو لا لي برافو. مي مو ما مي مو ما مي مي نو ما برافو. ها هي لا ها مش ها، أول واحدة مش ها. او ها هي برافو. وي او وا برافو. اللي بعده يا يو يي ممتاز. يلا حمزة، اقرأ يا حمزة. حمزة إي ايه بدون أو ب أو بو تو سو ايوه ايوه جو هو برافو. كو جميل خو دو كو دو زو 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 لا زو، احنا وصلنا لزو. رو ماشي. اللي بعدها زا زي زي زو زا زي زو برافو. سا سي سو سا سي سو ماشي سا سي سو برافو. دا فا سي سو جميل. بعدين لا بو دا لا قا قا دا شي دا دا دي ضاضي ضاضي تو برافو. ريدو بعدين ك ايوه تطري تو برافو. زا 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 زيزو زا زيزو ركز هنا يا حمد. ماشي ها عا عي او عا عي او
ري و ف جميل، ري فو اكسر. ايوه قي قام قي قو قام برافو. ري قو كي تا كو كي ماشي لا دوم. لو لو لي لو ليجي. لا ايوه لو لا لي ولالي لي ما لو سلام. مي مي مو ما مي مو ما نا ماشي ني نو ما نا لي نو نا ها هو هو ها هو ها ها هو ها هي لا هو هو ها اي هو ها هي تكسر وي 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 دو وي و ايوه و و يا برافو يا يو يا يو يا يا اي لما يكون تحت الكسرة تبيني برافو. يلا يا كار بعد حمزة، يلا يا سوسو سليم قول. مس مس نعم يا جميل. قو كلمة قو الزبادي تو ثانية أوبوتو واحدة، ثانية واحدة يا سوسو. أوبوتوتو بتقول ايه يا حمزة؟ بتقول ايه يا حمزة؟ لا بقولك مس في نفس كل كلمة الزبادي ايوه. يلا يا سوسو كده او بو تو توزو تو. دو حو خو ايوه دو نو لو ايوه رو تمام زا زي زو سا سي سو شا شي شو فا في بو با با بي بو با طي بو ايوه با بي بو عا عي رو غا غي رو برافو سا في بو قي برافو قي قو قا كا برافو قام قو قي برافو لو لو لالي مي برافو مي نو مي مو مو مي مو ما ني ايوه مو نا ها برافو. لا هو اول واحد عليها ضمه ها هو. هي هو ها هي ماشي وي وو وا يا يو يي ممتاز يا سوس. يلا يا علي يلا يا علوة علي. ايوه او ايوه جميل روبي يعني جميل ممتاز غاغيزو عايعو غاغيغو فافيفو كاقي لا لا مش قا كا في كاقي لا مش قا ايوه كيكو كيكو كا قا كا 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 كوكين برافو لولا لي مينا ممتاز
موما مين نوما هي هو ها هي برافو. وي 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 و مو ها و و برافو، يا يوين ممتاز ممتاز يا علي، برافو عليك، اللهم بارك. بصوا بقى الصفحة اللي بعد ديت إن شاء الله بإذن الله، أنا بعت الكتاب PDF على جروب الجروب عندكم. الصفحة 19 دي هتتقرأ كلها، تعملي لي بيها تسجيل، كل واحد يمسك الصفحة على الموبايل حتى يفتحها كده ويبدأ أوذينا أوذينا، يقرأها زي ما بنقرأها كلها، كله يقرأها ويبعت التسجيل. تمام تمام ماشي، صفحة 19 تمام هبعتها في الواجب، صفحة 19 ده بالنسبة للإيه، للكتاب نور البيان. نيجي بقى للكتاب التاني، بص بقى حموزي، هنرجع لك للكتاب يا حموزي. الكتاب أي حاجة قديمة لسه ما اتحلتش معاك يا حمودي، حمزة حلها ماشي، وتبعتها لي من أول حرف ال ماشي ماشي، من أول الكتاب. تعالى بقى ناخد الكتاب هنا، دي مراجعات على الحاجات اللي احنا خدناها في الكتاب عشان لما يجي لنا امتحان نعرف نحلها. يلا أول واحدة عندي في السؤال كارما، اقرأي كده، هنقرأ اختر الإجابة الصحيحة من ما بين القوسين في القصة اللي احنا خدناها، قال أبي وقالت أمي، فاكرها لما كنا بنقول قال؟ لا ملكيش دعوة بالكتاب، هنا قدامي هنا في البورد، بص على البورد، طب دي صفحة بس كام؟ دي مش عندك في الكتاب. طب بقى احنا السؤال اصلا الاسبوع الجاي هيبقى في امتحانات، فلازم تتدربي شوية على الاختبارات والاسئلة. هكبر شوية اكبر شوية، حاضر من عيني. امتحان بكرة في امتحان؟ شدوها شوية يلا الاسبوع الجاي هيبقى في امتحانات، فلازم نتدرب شوية على الاختبارات بقى. احنا في القصة لما كنا بنقول المذكر بياخد قال ولا قالت، لما نقول قال ابي هنقول قال ابي ولا قالت ابي؟ قال أبي طيب والبنت بتاخد ايه؟ الأم تقول ايه؟ نقول قال أمي ولا قالت أمي؟ قالت أمي قالت ايه أمي. قالت أمي تعالى بقى أول سؤال عندنا، يلا يا كرمة هنقرأ السؤال، اقرأي الكلمة دي كده، قال 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 أبي قال دي أبي ولا عمتي؟ هنا كلمة عمتي، أبي أبي، يبقى نختار كلمة أبي. السؤال اللي بعده حموزي، يلا يا حموزي، قالت في تاء اهي في اخر الكلمة، لا نفس اوكي قالت هنختار خالي ولا امي؟ قالت أمي امي، امي مين الاولانية ولا التانية؟ قالت كلمة امي هي اللي في الاولى دي استني ولا التانية؟ نعم ايه قال فين أصلا الجملة اهي، قالت اهي بشاور عليها، قالت هنقول قالت امي، فين كلمة قالت امي؟ قالت نقول قالت أمي امي مين فيهم، دي ولا دي؟ مش ال هذا بس إرم بقولك لا لا بس موجودة عندي كلمة امي، بس قولي الاولانية ولا التانية؟ ايوه صح كده التانية، برافو عليك، صحيح حمود. يلا يا سوسو، سيرين نعم السؤال رقم بعد كده، قالت قال بس مش قالت، قال هنا مكتوب عمي وعمتي، قال عمي مذكر عمي كل نين عمي كعمي الأولى ولا التانية؟ الأولى عمي، عمي صح اللي مش فتاة، صح يبقى الأولى عمي. طيب السؤال اللي بعد كده، يلا يا علي، علي مديني كلمات وبقول لك طلع الكلمة المختلفة. أول سطر عندي مكتوب أول كلمة عمي، عمي وبعدين أمي وبعدين عمي، فين الكلمة المختلفة فيهم؟ أمي، برافو. طب حل واحدة تانية بقى من غير ما أقرأها، فين الكلمة المختلفة في السطر التاني؟ برافو برافو برافو، لأن الكلمة الأولى أبي
وأبي وأبيش أهي، ألف وباء وياء، ألف وباء وياء، ألف وباء وياء، الكلمة الأخيرة هي المختلفة خالي. برافو برافو كده يا عم. يلا يا كرم، كرمة اوكي يا ماسي. طلع الكلمة المختلفة في دول. قالت قالت مختلفة صح، الكلمة الأولى قالة والأخ كله قالة ودي مختلفة. برافو. يلا يا حموزي، السطر اللي بعده الكلمة المختلفة فين؟ الكلمة المختلفة أيوة ثانية أهي دي، ولا أنهي واحدة مختلفة؟ بص على شكلها. المختلفة هي الأولى ولا التانية ولا التالتة ولا الرابعة؟ المختلفة عن ايه يا مس؟ الكلمات دي كلها شبه بعضها، كلهم نفس الحروف، كل كلمة دي شبه دي شبه دي، يعني في واحدة فيهم بقى مش نفس الشكل، مختلفة عنهم. يعني الكلمة الأولى دي ياء وقاف وواو ولام، والكلمة التانية ياء وقاف وواو ولام، الكلمة التالتة ياء وقاف واو لام، دي الكلمة التالتة شبه، المختلفة. الكلمة التالتة دي اللي مختلفة. أيوة لا بص كده، الأولانية ياء وقاف وواو ولام، التانية ياء وقاف وواو ولام يقول، التالتة قاف وألف ولام. هي التالتة شبهها، التالتة زيها، ياء وقاف وواو ولام، يبقى القارة دي هي المختلفة في النص. هي يا استاذ يعني امك كذاب اهي سلمى سامي بقى. يلا السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده ده انا هحكي حدوتة دلوقتي، اسمعوها وانا اسمع القصة دي، اسمعوا معايا القصة دي، ماشي بعد ما نسمعها هنسأل الأسئلة عليها، خليكم مركزين معايا في القصة. خلاص اوكي. اسمعوا الحدوتة كده. في غابة جميلة عاش هناك سمكتان وضفدع مع زوجته في بركة، وكان الأربعة أصدقاء رائعين. ذات يوم رأى الأصدقاء بعض الصيادين يتحدثون على حافة البركة ويقولون إن هذه البركة مليئة بالسمك وأنهم سيأتون غدا للصيد. قال الضفدع لأصدقائه تعالوا نغادر هذه البركة، لكن السمكتين رفضتا وقالتا نحن ماهرتان في السباحة ونعرف كيف ننقذ أنفسنا من الصيادين. هجر الضفدع البركة، وفي اليوم التالي جاء الصيادون وألقوا شباكهم واصطادوا كل الأسماك فندمت السمكتين. فهمنا القصة ولا فهمناهاش؟ طيب يلا هسأل كل واحد سؤال كده على السريع، صح وغلط في القصة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، ثانية واحدة. لا لا يلا، اي اول سؤال عندي بقول ايه؟ اول سؤال لمين؟ مين اللي كان على الدور؟ سيرين. يلا سوسو، ده علامة صح وخطأ. هربت السمكتان مع الضفدع وزوجته، السمكتان سمعوا كلام الضفدع وهربوا معاه وسابوا البركة ومشيوا. لا غلط، صح كده، لانهم دانهم لحد ما الصيادون اجوا واصطادوهم. برافو يا سوسو. طب علي، يلا يا علي، لا كان الضفدع يعيش مع زوجته والسمكتين في بركة. صح، برافو، الضفدع كان عايش ما شاء الله مع زوجته في البركة. يلا يا كارما، نتعلم من القصة الحذر، القصة دي نتعلم منها ان احنا نخلي بالنا من كل حاجة ونركز في كل حاجة. أيوة برافو يا كارما، صح. حموزي، آخر واحدة نعم في صح وغلط. جاء الصيادون لصيد الضفدع وزوجته، لا
امال ايه يصطادوا ايه؟ اصطاد سمك. برافو، ده صيدون يصطاد السمك، برافو كده. بص بقى الحاجات ديت، اما انا ابعت لكم المذكره ان شاء الله، او ان انتوا ايه اصور لكم الصفحات اللي عليها وتكتبوها في الواجب. الكلمات دي اللي احنا خدناها في الدرس الاول، الاسبوع الجاي ان شاء الله هيبقى فيه اختبارات، فلازم ايه نتعود على الحاجات دي. ماشي، دي تدريبات على حرف الالف شبه اللي احنا اخدناها بالظبط. بعتولنا جروب عشان نحلهم. ماشي، دي تدريبات على حرف الالف اهي، الف فتحة، الف كسرة، الف ضمة، الف سكون، ومكتوب لي كلمات واكتبوا الحرف الناقص فيها، تختاروا الف فتحة ولا الف ضمة، كل كلمة زي اللي خدناها. ويفضل قبل ما نعمل الكلمات دي نبص فوق هنا الكلمات دي نحفظها، او الكلمات اللي في الكتاب اللي احنا اخدناها، الف فتحة كانت الحروف ايه ارنب، والكلمات اللي اخدناها كلها، والف ضمة والف كسرة والف سكون. الكلمات تتكتب مرة واحدة في الكراسة، اكتبوا الكلمات مرة، يعني مثلا هتروحوا كاتبين كده بسم الله الرحمن هتيجي الرحيم كده عشان مش عندي، ايه، هتيجي كده عشان مش عندي. ابعت لك الكتاب اللي هو سلاح التلميذ. حاضر، هبعت لك كتاب سلاح التلميذ من عينيا. حاضر، الكتاب اللي معاكي جميل والله، التأسيس سليم، بس المشكلة ان هو مش بينزل PDF عشان قعدت اديكي منه، انا مش عارفة شكله ايه. المهم هتكتبي الألف وتحفظي الكلمات بتاعته، أرنب والأسد والكلمات اللي كنا أخدناها على الألف فتحة والألف ضمة، هتاخدي كلماتها، والألف كسرة والألف سكون، تكتبوها وتتدربوا عليها كويس. وبعد كده نبدأ نحل بقى التمارين دي، هناخد تدريبات الألف فتحة، الألف والميم. خلاص، هبعت المذكرة كلها. ماشي حبايبي، ماشي. ماشي الكلمات اللي هتتكتب دي تتكتب في الكراسة، لكن الصفحات دي هتحلوها في على الوورد كده، على الكتاب، على الموبايل. يعني كلمة إبريق هتروح تكتبي ألف كسرة بس، وتبعتولي الواجب الصفحات دي مصورة وتبعتوها. ماشي حبايبي، ماشي واصل؟ ماشي ماشي. ماشي هنتدرب على الألف فتحة وكسرة عشان الأسئلة دي هتيجي زيها في الامتحان. طب الفقرة دي، السؤال ده هنحله إزاي؟ السؤال التاني ده مثلا، يبقى السؤال الأولاني هنحل نحط الحروف، السؤال التاني اديني حروف اللي احنا خدناها في القصة، كاتب ميم، ميم على سكون، وألف، احنا كونا كلمة أم، يبقى رتب الحروف واكتبها جنب بعض وكون كلمة، فكلم كون كلمة أم هنا، باء كسرة وياء وبعدين ألف، كونا منهم كلمة إيه اللي خدناها في القصة، أبي، وهكذا. تمام يا حبيبي، يبقى احنا هنكون من الكلمات، من الحروف دي هنكون كلمات. طيب القصة دي بقى، ماما ممكن تقرأ لكم الحتة دي، ممكن تقرأ لكم، الأسد حيوان ضخم له رأس كبير يأكل اللحم. يبقى القصة السطر ده ماما تقرأه، بتبدأوا تطلعوا منه الحاجات دي، ماذا يأكل الأسد، بيأكل ايه، مكتوب في القصة فوق بيأكل ايه، مكتوب يأكل اللحم اهي في آخر الجملة. ماشي ماشي طيب كلمة بها حرف ألف تطلعوه، اسم حيوان نطلع اسم حيوان ونكتبه هنا، كلمة بها حرف ميم أطلع فيها كلمة حرف ميم وأكتبه، مفرد الأسود، أسود كتير، مفردها إيه اللي إحنا خدناه، أسد واحد أهو أسد، مضاد صغير عكس كلمة صغير، أنا عندي كلمة صغير عكسها إيه، كبير كبير، برافو، اكتبوا كلمة كبير. كلمة معناها كبير، لو في القطعة هنا كلمة معناها كبير، الأسد حيوان ضخم، ضخم يعني كبير. يبقى أنا باخد الحاجات من الفقرة من فوق وأحطها تحت، هنعرف نحل حاجة زي كده. تمام، عايزة الشطورين بقى كلكم تحلوا الحاجات دي كلها زي ما هي مكتوبة كده، وهناخد كمان هي علينا يوم ايه. تمام، يبقى أنا حلينا هنا مع بعض، خلاص خلينا نتدرب في حرف الألف بس الحصة دي، وبعد كده الحصة الجاية ناخد حرف الميم. احنا هنراجع على حرف الألف وحرف الميم والحروف دي كلها لحد الاختبار إن شاء الله. ماشي ماشي حبايبي، ماشي ماشي، ماشي هبعتلكم المذكرة دي كلها وهنحرف حرف الألف بس عليها. ماشي بس ماشي، سيو وما تنسوش، وما تنسوش ان شاء الله صفحة نور البيان اللي احنا اخدناها تعملوها ريكورد، سجلوها تسجيل وتبعتوها.
بس نعم يا روحي. هعمل لك بقى حاجة اللي هي دي اهو ناس. نعم يا روحي. انت عاملة واحد وانا عامل بص اهو ولا سلام روح. بعرف اعمل الكتار. اشوفكوا على خير يا حبيبي. الله حاجات قلوب كتير وحاجات حلوة كتير ما شاء بص الله. يا ربنا ريس، يبارك فيك يا رب. ناس نعم يا جميل. عايزة أعرف حاجة، عارفة الصورة دي بتعبر عن إيه؟ بتعبر عن ايه؟ احتفال، احتفال، حفلة وعيد دي لا مش متهيألي صح؟ خدي بس فلوس، خدي فلوس أحلى قلب، الأحلى اليوم سوسو، أحلى كرمة، وأحلى علي، وأحلى حمد. ناس نعم بتعبر إن يوم الجمعة هو عيد ميلادي يعني. ما شاء الله، كل سنة وانت طيب يا حمودي. عايزة تورتة بقى؟ أنا عايزة تورتة، ماليش دعوة. انت بدك ليها أيوة أنا اللي أكلها. أنت هو عيد ميلادك أنت تفرح وإحنا ناكل التورتة صح كده، انت تاكلي التورته واحنا نقول الحمد لله. أيوة أنت تفرح عيد ميلادك وإحنا ناكل التورتة. اي والله صحيح، ده المفروض يحصل. كل سنة وأنت طيب يا حمودي. يا دكتور احنا بعتنا المحشي في الطيارة. ما شاء الله. تسلم يا حمودي بألف هنا وشف. ربنا يبارك فيك يا رب يحفظهم ويبارك فيك يا رب. شوفوا في أحسن صورة إن شاء الله. الله يبارك لك. أشوفكم على خير. المذكرة اللي أنا بعتها ده هبعتها إن شاء الله على الجروب عشان لو عايزين يحل يحلوا منها يعني. نطبعها نطبعها ويحلها. عايزين تطبعوها اطبعوها، مش عايز تطبعوها ممكن يحلها على الموبايل على كتاب ويبعتها صور كده من على الموبايل وخلاص. هي كبيرة ولا صغيرة؟ لا كبيرة حوالي 100 صفحة. وبعدين احنا هنحل اه كل يعني مثلا الحصة الجاية ممكن نحل حرف وياخد حرف واجب حرف فيه، بس يتدرب على طريقة الأسئلة علشان الاختبار لما يجي يبقى عارف يحل، لأن سلاح التلميذ أصلا كله تلوين وحاجات ما فيهوش تدريبات يعني. تمام خلاص، احاول انقلها له ويحلها هو بإيده. اه خلاص ممكن تديني احلها. طب هو او لا الامتحان معلش يا مصري بقى بيحلوا ورق، بتبعتي مثلا الامتحان ونطبعه ويحلوه ولا ايه؟ ايوه الامتحان بيبقى عباره عن انا بكتبه وورد او سبع الاسئله اللي كانت مكتوبه في المذكره دلوقتي كده، اه ويبدا بقى فاهمة، هو بس يعني بتحبي تبعتيه؟ بتبعته في الحصه، بشيره زي كده في الحصه او ببعته على جروب الصف نفسه، بس بيتحل في الحصه واحنا في الحصه بنروح حلينه اه ما انا فاهمه، ويبدا. يعني اقصد مثلا ممكن حضرتك تبعتيه قبلها ونطبعه لهم وهم يحلوه في الحصه في الشيت نفسه وفي وقت الحصه، بدل ما يحلوه في من الكراسه. مش عارفه الاداره بتهيالي بتمنع الحته دي، اسال فيها واقول لحضرتك. لكن انا اعرف ان هو يعني الطالب بيشوفه اول حصه في الحصه على طول ما بيشوفوش قبل كده. تمام. ربنا يسر. هم ان شاء الله هيكونوا متدربين على الحاجات دي كلها. ما احنا معانا اسبوع، الاسبوع دوت النهارده هو اول اسبوع، معانا الحد، معانا التلات، ومعانا الخميس، هنكون اتدربنا على التدريبات دي يحس ايه بيعرف ايه يحل عليها كتير تمام. ان شاء الله باذن الله. ربنا يوفقهم يا رب ويشوفنا ان شاء الله في احسن حال. اشوفكم على خير يا حبايبي ان شاء الله. مع السلامه يا حبايبي. مع السلامه يا روحي. باي باي. سلام. مع السلامه. السلام.